كوزارة، وأتكلم نيابة عن إخوان الوزراء الآخرين، نحن في أتم الاستعداد لسماع إلى انشغالاتكم، وعلى أتم الاستعداد لسماع إلى توصياتكم. ثم قولوا لنا واش لازم، وحنا هنا باش نطبقوا هذه الأشياء. لذلك أشكركم جزيل الشكر، وأشكر السيد المستشار على حضوره معنا. هذا دليل على الأهمية التي توليها رئاسة الجمهورية لهذا الموضوع ولكل المواضيع الأخرى. هذا دليل على أهمية التي تعطيها الحكومة لكل ما يتعلق بتطوير الشعب. احنا خلينا عهد في تطبيق برنامج الحكومة، تطبيق برنامج السيد الرئيس، عندنا في هذه السنة 24 شعبة ستأخذ حظها في هذه الأبواب المفتوحة إن شاء الله إلى نهاية ديسمبر 2023. لكن كما قلنا في التمر، طموحنا أن نصل إلى 250 مليون دولار إلى 150 بلد، طموحنا في زيت الزيتون أن نصل إلى 5 ملايين دولار وإلى على الأقل 50 دولة.